كابتن علاء الف مبروك، فوز مستحق للنادي الاهلي، وان كان الشوط الثاني غير الشوط الاول. فوز مستحق وضيعت النهارده فوز قياسي. دي حقيقه انك النهارده معلش يعني مع احترام الكامل لفاركو انت ما بتلعبش حد، ما بتلعبش فرقه بمعنى اصح يعني. النهارده كنت ممكن الشوط الثاني، بس انا ده اللي كنت طالبه انا انك تبدا زي بدايه الشوط الاول، لكن أيه. الشوط الثاني بدا هدوء نسبي شويه، مساحات موجوده، كلنا اعتمدنا على لعبه واحده بس، الثلاثي فاركو واقف على خط واحد، فكل كل كل تركيزنا عايزين نعمل كره طويله من بدري. المفروض الكره الطويله دي لها شروط، لازم يبقى في شويه هدوء شويه، مش لازم اللعب الطويل على طول، لكن في كل الاحوال انا لسه عند كلام، انت ضيعت فوز كبير جدا 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 النهارده، لانك ضيعت فرص كتير الشوط الثاني كمان، لكن بس كان في بعض العصبيه والتوتر ليش الشوط الثاني. الشوط الثاني يعني من هنا ومن هنا المفروض كانت اللعيبة خصوصا يعني بس احنا كسبانين 3-1، هو خسران 3-1 وهو مش لاقي اي حلول، وهو عارف ان هو وحش جدا، لازم المواقف دي يبقى انت اهدى بكتير من العصبيه، لازم تبقى انت هادي. يعني انذارات اللي اخذت النهارده بدون داعي، بدون داعي خالص، ما ينفعش يعني، لازم تبقى في بالك حاجه ايمن، المنافس خسران وما عندوش حلول وحاسس ان هو عايز الوقت يمشي بسرعه، انت لازم اهدى اعصابا. طبعا مزبوط. بكتير يعني، لكن مبروك، كان 3 نقاط مهمين جدا جدا جدا. اما نيجي نتكلم فنيا بس اكيد هنشرح كويس، لكن النهارده يعني مباراه منطقيه جدا، انت متسيد المباراه من اولها لحد ما المباراه انتهت، ما فيش منافس يعني قدامك خالص. وانا لسه عند كلامي ان 4 النهارده نتيجه قليله جدا على فرقه.